من حقكم تعرفوا الاخبار، واجبنا عليكم ننقل لكم الكواليس. وفي فقره كواليس مع وسيم احمد هننقل لكم كل الاخبار وكل الكواليس من كل مكان. وفي حلقه النهارده هيكون كلامنا عن اللاعب سبرايل ماكريكيس، اللاعب اللي بيلعب في صفوف الفريق الثاني او سكند تيم لبروسيا دورتموند الالماني. بس قبل ما ندخل ونتكلم عن التفاصيل واحكايه ربط اللاعب ده بمنتخب مصر، اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات اول باول، ويلا بينا نرجع ندخل في التفاصيل. خلينا نقول سريعا ايه الحكايه وليه مره واحده الناس كلها وكل المواقع بتتكلم عن اللاعب ماكريكيس. الحقيقه انه المذيع الرياضي الاعلامي محمد شبانه اتكلم في برنامجه على التلفزيون وقال انه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الاول طلب ان اللاعب ده يتواجد مع منتخب مصر بعد كاس الامم الافريقيه في اول معسكر بعد انتهاء البطوله. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ خلينا اقول لكم سريعا جدا ان الاستاذ محمد شبانه بيقول كتير اخبار بتكون مش حقيقيه، فمش لازم كل حاجه يقولها ان احنا نصدقها ونمشي وراها، وقال قبل كده كتير اخبار الحقيقه كانت غير حقيقيه على الاطلاق. طيب هل فعلا الولد ده ممكن يلعب باسم منتخب مصر؟ طب خلونا في الاول نعرف مين هو سبرايل ماكريكيس نفسه. سبرايل الحقيقه ولد متعدد الجنسيات، معاه الجنسيه الالمانيه، مولود وعايش في المانيا، معاه كمان جنسيه لاتفيا ومثل منتخب لاتفيا تحت 19 سنة، والأب والأم ليهم أكتر من جذور قديمة، منها الجذور المغربية والجذور المصرية وأكتر من جنسية تانية، وبالتالي هو متعدد الجنسيات. اللي يهمنا إحنا كمصريين بقى، هل الجنسية المصرية بتعود للأب ولا للجد ولا لمين بالظبط؟ لما نبص في الموضوع، والحقيقة ده يعني انفراد للشخص اللي الحقيقة هو أصلاً اللي اتكلم عن الولد ده من سنتين، وده حقه لازم نذكره، احمد شعلان الصديق العزيز يعني اللي اتكلم عن الولد من فتره طويله، وهو كمان اللي عنده المعلومه دي، وهو ان الولد اصلا لا هو مصري بيحمل اوراق مصريه، ولا ابوه بيحمل اوراق مصريه، ولا جده بيحمل اوراق مصريه. تخيلوا اعزائي المشاهدين، امال مين اللي معاه اوراق مصريه؟ ده ابو الجد، يعني بنتكلم عن الجيل الرابع. يعني استحاله باي حال من الاحوال يتم اثبات الاصول المصريه للولد ده. وده بينهي الموضوع رأسا على يعني من بدايته، من البدايه كده الموضوع بيتقفل عشان نكون واقعيين. طيب خلينا يعني برضو نقول معلومه تانية عشان خاطر برضو تبقى الامور واضحه. المواقع كتبت على طول بعد الكلام اللي قاله محمد شبانه انه تم التواصل مع اللاعب. بعض المواقع قالت كده. طب هل ده فعلا حصل؟ الحقيقه انه ما حصلش، والراجل نفسه بيقول انه ما حدش اتكلم معاه. طب سالنا هل اتكلم حد مع والده؟ الحقيقة يمكن صديقي احمد شعلان اتكلم مع الولد وقال له انه ما حدش اتكلم لا معاه ولا مع والده، وبالتالي كل الكلام ده يا جماعه غير صحيح على الاطلاق، ومش دايما الاخبار اللي بيقولها محمد شبانه بتكون صحيحه زي ما قلت في البدايه. خلونا برضو اقول لكم عشان نبقى الامور واضحه، هل هو اللاعب اصلا يعني للدرجه دي ممكن يكون لفت انظار كارلوس كيروش؟ اكيد لا، بسبب بسيط جدا، ان الولد الفريق بتاعه بيلعب في الدرجه الثالثه في المانيا، ودي برضو درجه مش ضعيفه يعني، لكن هي درجه لو الولد بيشارك بشكل اساسي على طول ممكن نقول ماشي يا ريت، لكن لما نبص على انه لاعب في الدرجه الثالثه اصلا طول الوقت احتياطي، ومجموع مشاركاته 15 مشاركه دايما معظمها كبديل، بمجموع حوالي 420 دقيقه بيسجل هدف ويصنع هدف واحد، يعني حتى لما تيجي تقول لي اصله رقص ترقيصه في الهايلايتس، اصله مش عارف عمل ايه، ده مش مقياس ابدا ان انا اخد واحد يلعب لمنتخب مصر الاول عشان خاطر رقص ترقيصه ولا حاجه في الدرجه الثالثه في المانيا. يعني لازم يكون يا جماعه تفكيرنا اكبر من كده. اتمنى لو في لعيب بمواصفات كويسه طبعا ينضم لمنتخب مصر، وده موضوع انا متبنيه بقالي سنين طويله جدا وبهاتي فيه. انا بقالي 13 سنه بفضل الله بتكلم في الموضوع ده، موضوع المحترفين من اصحاب الاصول المصريه، بس لازم يكون فيه يعني عقلانيه في تناول الامور عشان خاطر هنا عندنا في مصر دايما الصحافه والاعلام بيكبر المواضيع. اللاعب ده زي ما بقول ما بيشاركش اساسي في فريق درجه ثالثه. طيب هو لاعب لمنتخب لاتفيا تحت 19 سنه، تمام، يعني اوراقه جاهزه وسهله مع لاتفيا ولعب تحت 19 سنه. طب مش الاولى ان منتخب لاتفيا الاول اللي بالمناسبه هو مش موجود اصلا على الساحه الكرويه في العالم كله، محدش يسمع منتخب لاتفيا، مش الاولى لو اللعيب ده مميز انه كانوا يستدعوه للمنتخب الاول للاتفيا؟ لكن ده حتى ما حصلش. فبالتالي مش معقول منتخب زي منتخب مصر هيروح يجيب اللاعب اللي منتخب لاتفيا حتى الاول ما استدعاهوش. بالعقل يا جماعه وبالمنطق، بلاش التسرع في نقل الاخبار. والحقيقه يعني الصفحات والمواقع كلها بتحاول ان هي
تزود الترافيك عندها بان هي تنشر اخبار زي كده، لكن في الحقيقه بالمنطق الاخبار دي هي اخبار غير صحيحه وغير دقيقه. ده كان ملخص الكلام عن اللاعب ماكريكيس. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نشوف محترفين، لان عندنا محترفين فعلا تستحق ان هي تتواجد مع منتخب مصر سواء الاول او الاولمبي او الشباب، والحمد لله شغال على الموضوع ده بقوه ومعايا زميل هشام عطا في القصه دي، وان شاء الله نشوف محترفين قريب مع منتخبات مصر كلها بمختلف الاعمار باذن الله، واشوفكم في حلقه جديده مع كواليس ووسيم احمد.